صارت عملية نهب أموال من البلدية سليمان قدر مبلغ 8600 دينار من طرف شخص عامل في البلدية، هذا بعد التحريات الأمنية. الموضوع اللي أثار ضجة ما بعد عملية نهب اللي تصرفات سيد رئيس النيابة الخصوصية بإلقاء المسؤولية كاملة على زوج معنى موظفين في البلدية. المشكل اللي سيد معنى فما موظف كان قدم بمكتوب رسمي وموثق لدى رئيس النيابة الخصوصية علمه اللي الكفر على الخادمين حتى فلوس ماهوش في وضع استخدام، والورقة هذه عند السيد هذا ما رانا إلا رئيس النيابة الخصوصية يلقي كامل المسؤولية على زوج موظفين. هذا ما نعرفوش اتهام مباشر زوج الصدمة عن الملف عند الأمن، أنا سائله كيفاش رئيس النيابة الخصوصية يلقي عاتق المسؤولية الكل ويتبرأ هو والكتب من المسؤوليه ويلقيها على عاتق زوج موظفين ما عندهم حتى ذنب، ذنبهم الوحيد اللي هما بلغوا اللي الكوفر ماهوش صالح للاستعمال. احنا كمجتمع مدني بعد تشاور شاورنا جمعيات ومنظمات واحزاب اتفقنا وراسلنا السيد رئيس النيابه الخصوصيه، رسمنا بمراسله جلسه معاه باش نفسروا حيثيات الحادثه اللي صارت.